داون برازول بيتحدى الحموضة من كل مكان في مصر، والنهاردة التحدي من أسوان. أخبار الأكل في أسوان إيه؟ أسوان كله بيحب الحوادي، الجبنة القديمة والملوحة والمش، الحرجان هو المشكلة. طب بتعملوا إيه في الحرجان ده؟ جربنا كل حاجة، مفيش حاجة نافع، خمس دقايق بيرجع تاني الحرجان. جربتوا داون برازول؟ داونو إيه؟ داونو برازول؟ داونو برازول. قولي ورايا، داونو؟ داونو؟ برازول. برازول. قوليها كاملة بقى، داونو برازول. داونو برازول. وده هيحل المشكلة؟ جربي معانا التحدي وهنرجع لك تاني. اخبار داون برازول ايه؟ والله ما حاسه بالحرجان ده خالص، راحه وبعدها راحه. داون برازول ده جميل خالص. داون برازول علاج سريع للحموضه وممتد المفعول لمده 24 ساعه. خليكم معانا على هاشتاج داون برازول يتحدى الحموضه.